قبل ما نبدأ الفيلم متنساش تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، وده عشان تتابع معانا أقوى أفلام الرعب. بيبدأ الفيلم مع واحد اسمه كريس ورايح على مقابلة شغل مهمة جدا، لكن الواضح ان الطريق بيكون زحمة ومش هيلحق يروح، فطبعا بيحاول ان هو ياخد طريق مختصر عن كده عشان يوفر وقت، لحد لما بيلف على طريق موازي وبيشوف بنزينة مهجورة قدامه. هنا بيلاقي فيها راجل عجوز وشكله غريب، والواضح ان هو كان مخبي حاجة، ولما كريس بيسأله عن طريق ممكن يتحرك منه بيعرفوا انه مش هيلاقي حاجة هنا في الغابة، لكنه على الحيطة بتكون في خريطة متعلقة، وبيحاول ان هو يدور على اسهل طريقة ممكن يمشي منه، وبيعرف ان في واحد بيكون جوه الغابة نفسها. بيرجع كريس على العربية عشان يتحرك عليه، والراجل الغريب بيفضل يكلم نفسه وبيكون عارف ان في كارثة هتحصل كمان شوية، لكنه بيفضل ساكت ومش بيعرفه. وفي الوقت ده كريس بيقابل قدامه مدخلين للطريق، وطبعا ما يعرفش مين فيهم اللي صح، فبيدخل في الشمال وبيشوف حيوانات ميتة قدامه في كل حتة، والواضح ان هو كان بياكل حد فيهم. في الاخر بيعمل حادثة بسبب ان هو مشغول في الموبايل، وبيعرف ان العربية دي كانت بتاعت 5 اصحاب مع بعض رايحين على الغابة عشان يقعدوا فيها شوية، لكنهم بيدوسوا على سلك كان مرمي على الارض، واللي بتكون سبب في ان العربية تعطل بيهم، وطبعا بيتخانقوا شوية مع كريس لحد لما بيدوروا على حد يساعدهم. اتنين منهم بيفضلوا واقفين على الطريق اسمهم سارة وجاك، وده لحد لما باقي الفريق يرجع تاني وبيشوفوا النار ماسكة في الغابة ومحدش فيهم يعرف مين اللي عمل كده. وهنا سارة بتعرف ان صاحبها بيكون اختفى فجأة من قدامها، فبتحاول ان هي تدور عليه في كل حتة، وفي الاخر بتشوف الجزمة بتاعته مرمية على الارض ومليانة دم. بعد شوية بتلاقي ودنه مقطوع لصاحبها جاك، فبتكون مرعوبة جدا وبتحاول ان هي تهرب بسرعة من هنا، وقبل ما تعمل كده بيظهر مسخ وراها عشان يخلص عليها هي كمان، وبيقدر ان هو يموتها عشان ياخدها معاه على البيت. وباقي المجموعة بتشوف بيت قدامه بيكون مهجور، ولما بيدخلوا على جوه بيلاقوا ادوات تعذيب في كل حتة، وكمان اجزاء من جسم البشر متشالة في البيت، ومفاتيح عربية كتيرة جدا، وطبعا محدش بيفهموا حاجة من المكان اللي هم فيه. في الاخر بيشوفوا سلك زي اللي قطع كاوتش العربية من شوية، وبيعرفوا ان هي اللي كانت السبب في ان هم يعملوا الحادثة. بعدها بيحاولوا ان هم يخرجوا من البيت، لكن للأسف بيشوفوا عربية غريبة بتقرب عليهم، فبيفضلوا قاعدين في الأوضة مش بيعرفوا ان هم يخرجوا من هنا. وهنا بيلاقوا المسوخ بتدخل عليهم البيت، وبيشوفوا السلك مربوط على صاحبتهم سارة اللي بتكون طبعا ماتت من شوية، فكريس مع جيسي بيكونوا مرعوبين جدا وبيستخبوا تحت الترابيزة، وبيحاولوا ان هم يفسكوا نفسهم من الرعب اللي حصل معاهم. وكارلا مع جيسي بيشوفوا المسخ عمال يقطع في صاحبتهم 100 حتة، لحد لما المسوخ بتكون تعبت وبيناموا شوية، وبتحاول جيسي ان هي تخرج مع كريس من البيت. بيتحركوا بكل هدوء عشان المسوخ ما تصحاش على الصوت، وبيعرفوا ان الباب لازم يفضل مفتوح عشان الحركة بتاعتهم ممكن ان هي تعمل دوشة وتصحي المسوخ. فهنا كريس بيفضل ماسك السوستة بايده عشان يخرج جيسي، لحد لما مسخ منهم بيصحى من النوم، وطبعا بيشوف كريس قدامه ماسك قدامه الباب. بيخرج من البيت بسرعة عشان يهربوا من الغابة، وبيطلعوا لمكان عالي عشان يكشفوا المكان، وبيلاحظوا ان المسوخ بتكون خرجت تاني بالعربية بتاعتهم. فكارلا بتكون خايفة جدا وبتفضل تتكلم مع حبيبها، وبتعرفوا ان هما لازم يهربوا من هنا، لحد لما بيوصلوا على مكان واسع جدا. هنا بيشوفوا العربيات كتيرة قدامهم، وبيعرفوا ان دول اكيد بتاعت الناس اللي ماتت من المسوخ وخدوا العربيات بتاعتهم عشان يحتفظوا بيها في البيت، والواضح ان هي كانت قديمة جدا، وده معناه ان المسوخ هنا بقالها سنين كتير، لحد لما بيشوفوا عربية اكل لحوم البشر بتقرب عليهم مرة تانية. كريس بيعرفهم ان لازم واحد فيهم يشتت المسوخ عشان يهربوا من هنا، وفي الاخر بيقدر ان هو يجري من قدامهم بسرعة. وبعد لما بيعمل كده في مسخ بيقدر ان هو يضرب عليه النار، والطلقه بتيجي في رجله، لحد لما بيروحوا عليه عشان ياكلوه. واحد من الفريق بيحاول ان هو يساعده بيشدد انتباه المسوخ، لحد لما فعلا بيروحوا وراه، وجيسي مع مونيكا بيروحوا ناحيه كريس عشان يهربوا معاه، وطبعا بيركبوا العربيه بتاعت المسوخ عشان يطلعوا بيها من الغابه، وبيحاولوا ان هم يقربوا على مارك عشان ياخدوا في العربيه. وقبل ما يعمل كده بتقدر المسوخ ان هي تضرب الاسهم عليه عشان تموته، ومونيكا بتكون زعلانه جدا على موت حبيبها في المكان. وبعد شويه العربيه بتعطل بيهم في الطينه، فبيحاولوا يكملوا الطريق مشي، وكريس بيكون قرب يدوس على فخ، لكنه بيلحق نفسه في اخر لحظه. هنا بيشوفوا برج عالي جدا قدامهم، فبيطلعوا عليه، وده عشان يطلبوا المساعده، وكمان بيعرفوا الطريق اللي ممكن يخرجوا بيه من الغابه، لكن للاسف بيشوفوا ان المكان كله بيكون مليان شجر والطريق مش واضح قدامهم. وبعدها بيحاولوا ان هم يعالجوا الجرح بتاع كريس، وجيسي بتربط رجل على القماش. في الوقت ده بيسمعوا صوت الراديو في المكان، وبتحاول جيسي مع صاحبتها ان هي تتكلم مع حد عشان يساعدها، لكن للأسف مفيش حد بيرد عليهم، وكمان المسوخ بتكون وصلت على مكان بتاع البرج، وفي الآخر بيسمعوا صوت حد بيرد عليهم في الراديو. هنا بيقفلوا الباب قبل ما المسوخ توصل ليهم، وكريس بيعرفوا إن هم في البرج بتاع الغابة ومحتاج مساعدة في أقرب وقت، لكن للأسف الخط بيفصل منهم،
وفي الاخر بيحطوا حاجه كبيره على الباب عشان يحموا نفسهم، والضابط بيتكلم تاني معاهم عشان يعرف المكان لكنه ممكن يطول شويه. هنا المسوخ بتعرف ان هم مش عارفين يفتحوا الباب عليهم، فبيقرروا ان هم يحرقوا البرج كله، وده عشان يخلصوا منهم. ومونيكا بتكون عاوزه تنتحر، وطبعا كريس بيلحقها قبل ما تعمل كده، لكنه بيعرف ان ده الحل الوحيد عشان يهربوا من البرج، والا هيموتوا كلهم بسبب النار. للاسف بيعرف ان المكان بيكون عالي جدا ولازم يمسكوا في الشجره وهم بينطوا، فبيقرر انه يعمل كده الاول عشان يطمنهم وبينزل عايش. وبعدها بتحاول مونيكا ان هي تعمل زيه وبتنزل سليمه، وفي الاخر جيسي بتكون وراهم عشان البرج قرب يتحرق. هنا واحد من المسوخ بيعرف مكانهم فبيتحرك عليهم، وكريس بيتحرك معاهم، لكن للاسف مونيكا بتكون خايفه جدا وبتفضل في مكانها، وللاسف بتموت من خلال المسوخ على طول، وبيقطعوا راسها. وكريس بيكون شايف كل حاجه من بعيد، وبيحاول ان هو يرمي فرع الشجر على المسخ عشان يقتله. هنا بيكملوا تاني طريقهم لحد لما بيقربوا على الشلال، وطبعا محدش فيهم بيعرف الطريق لكنهم بيحاولوا، وفي الاخر بيعرفوا ان المكان ده امان لحد لما النهار بيطلع عليهم. وجيسي بتكون زعلانه جدا على اصحابها اللي ماتوا، لانها بتحس ان هي السبب في موتهم من المسوخ، وده لانها حاولت يخرجوا جيسي من الحاله النفسيه اللي كانت وحشه جدا، وده بعد لما اكتشفت ان حبيبها كان بيخونها مع صاحبتها، وان هما كانوا عاوزين يقعدوا في الغابه كام يوم عشان يفكوا عنها، لكن للاسف المسوخ خلصت عليهم والعربيه كمان عطلت بيهم. طبعا كريس بيحاول ان هو يعديها عشان يخرجوا من المكان، وبيعرفها ان المسوخ هي السبب في موت صحابها مش هي، وبيناموا شويه لحد تاني يوم. وهنا الشمس بتكون طلعت ونورت الطريق عشان يشوفوا ويكملوا مره تانيه، وكريس بيحاول ان هو يكمل الطريق، لكن للاسف في فاس بيكون قرب يقطع دماغه، فبياخد الفاس منه عشان يخلص على المس، لكنه مش بيقدر عليه. وهنا بيقعد تاني على الطريق عشان يشوف عربيه الشرطه اللي بتكون جاي عليها عشان تنقذهم، وبيحاول يشرح للظابط اللي حصل مع المجموعه كلها اللي كانت معاه من شويه، لكن الظابط طبعا مش بيصدق كلامه، لحد لما مسخ بيضرب الظابط بالسهم. بيحاول كريس ان هو يستخبى بسرعه في العربيه، والمسوخ بتكون وصلت على المكان عشان تخلص عليه هو كمان، وبيستخبى ورا الشجره. فطبعا المسوخ بتقرر ان هي تاخد العربيه على المكان بتاعهم عشان يحتفظوا بيها، وكريس بيقدر ان هو يركب معاهم من غير ما ياخد بالهم. ولما بيرجعوا للبيت بيعرف ان هم مسكوا جيسي عشان ياكلوها، فبيحاول ان هو يساعدها باي طريقه، وده بعد لما بيقطعوها على طول. فهنا بيرمي النار على البيت عشان يخرجوا منه، وكريس بيدخل بكل قوه بالعربيه، وبنعرف ان الملوتوف مش بيأثر فيهم ولا حتى بيحرقهم، فبياخد المفتاح بين العربيه، وده عشان يهجم عليهم هو كمان، وبيعرف ان هو اخيرا مات من الضرب، وبيروح على جيسي عشان يفكها بسرعه، وده قبل ما يظهر حد تاني. وفي الوقت ده بيقدر ان هو يفك الحبل عنها ما عدا الايد التانيه، والمسخ بيظهر قدامه عشان يهجم عليه، وبيكون طبعا قرب يموته. فجيسي بتحاول ان هي تفك ايديها بسرعه عشان تنقذه، وبتضرب السهم في راسه عشان تموته، والمسوخ بتبدا ان هي تكتر في المكان كله. وفي الاخر كريس مع جيسي بيقتلوا اي مسخ قدامهم بيدخل البيت، وبيحاولوا ان هم يخرجوا من هنا على طول، وبيكون معاه سلاح فيه طلقه واحده بس مش اكتر. هنا بيشوفوا ان في تلات مسوخ لسه في البيت عايشين، فبيقرر ان هو يضرب الطلقه دي في تانك البنزين بتاع العربيه، واللي بتكون سبب في ان هي تفجر البيت كله ويموت المسوخ. وبعدها بياخدوا العربيه المسوخ عشان يهربوا بيها، وبيرجع تاني على البنزينه اللي شافها في اول الفيلم، لكن طبعا الراجل بيكون خايف منه. هنا بيقفل الباب وبيكون فاكر ان هم المسوخ، لكن كريس بيكون عاوز الخريطه مش اكتر، والراجل بيستغرب ان هو اصلا لسه عايش لحد دلوقتي. فهنا بيكملوا الطريق مره تانيه عشان يرجعوا للمدينه، لكنهم ما يعرفوش ان في مسخ بيكون لسه عايش في البيت. فعشان تعرف اللي حصل بعد كده اكتبوا لنا تحت في الكومنتات انكم عاوزين باقي السلسله بتاعت المسوخ. بيبدا الفيلم واحده اسمها كيم، وهي بتتكلم مع مدير التصوير بتاعها المسابقه، واللي بتكون معموله في الغابه بمبلغ كبير جدا. هنا بتحاول تعرف منه الطريق، فبتقف قدام مدخلينه للاسف مش عارفه اني واحد فيهم، ولما بتحاول تعرف منه المكان للاسف الخط بيكون فصل منها. فهنا بتقرر ان هي تاخد واحد من الاثنين، وللاسف بنعرف ان هي خدت الطريق الغلط، وبتكون مش مركزه في الطريق عشان بتبص في الموبايل بتاعها، لحد لما بتخبط في واحد كان ماشي مش واخد باله. ولما بتروح ناحيته بتعرف ان هو شكله مرعب جدا، وما تعرفش ان هو مسخ، وفي الاخر بيعضها من وشها، وبتحاول ان هي تهرب بسرعه من المكان، لكنها بتشوف مسخ جديد بيظهر قدامها عشان يخلص عليها على طول. وهنا بيقدر ان هو يقطعها نصين، وكل واحد فيهم بياخد جزء عشان يتعشى فيه في البيت، وبتخلص اول لقطه في الفيلم لحد هنا. بعدها بنشوف المدير اللي كانت بتتكلم معاه كيم من شويه، وبنعرف ان هو عامل مسابقه كبيره جدا عباره عن 6 متسابقين، ومنهم كيت اللي بتكون ماتت من شويه من المسوخ. والمسابقه بتكون في غابه فيها اماكن خطيره جدا، واللي يقدر يعيش في المكان ده فتره كبيره بيكون هو الكسبان، والمبلغ عباره عن 100,000 دولار لاخر واحد هيفضل عايش فيها. بعد شويه بيعرفوا ان كيم بتكون اتاخرت جدا عليهم، والبث بيكون قرب يبدا، فبيقرروا ان هم يدخلوا اي واحد من الفريق بتاع التصوير، وده عشان يكمل بدلها.
وفي الاخر المخرج بيطلب من حبيبته ان هي تبقى ذي المسابقه بدل كيم، واللي بيكون اسمها لارا، وبيحطوا الكاميرات في كل حته في الغابه، وكل شخص بيكون معاه كاميرا شخصيه بيه. المدير بيعرفهم القوانين بتاعه اللعب عشان يكسبوا الجائزه، وواحد من المصورين بيروح على جنب عشان يعمل حمام ومش بيشوف المسخ اللي بيكون واقف وراه. طبعا بيخلص عليه ومحدش بيعرف اللي حصل معاه، والمدير قبل ما يتحرك من الغابه بيشوف اسهم بتكون قربت عليه. هنا بيحاول ان هو يهرب بسرعه لما بيشوف المسخ في المكان، لحد لما بيشوف المسخ قدام وبيحاول يحدف عليه الفاس عشان يموته، لكن هنا الضربة بتيجي في الشجرة بداله، والمدير بيقدر ان هو يحدف السكينة على المسخ عشان تيجي في كتفه، لكنه بيطلعها بكل سهولة ومش بتأثر فيه، ويلحس الدم بتاعه وبيكون مبسوط جدا. وقبل ما يرجع على الفريق في مسخ تاني بيهجم عليه عشان يضربه، فبيفقد الوعي وبيقع على الارض، وطبعا هياكله بعد شوية لما يجوع. هنا الفريق الاول بيكون عبارة عن إلينا وجاك، اللي بيقرر ان هو يرجع عن قراره ومش هيكمل المسابقة، بيحس ان حياته مش لعبة وبيكون عاوز يرجع تاني على المعسكر. فبيعرف ان المبلغ ده مش مستاهل ان هو يضحي بحياته، لكن البنت بتفضل مصممة ان هي تكمل المسابقة وتقنعه لانها محتاجة الفلوس دي جدا حتى لو ماتت. هنا المصور بيقرر ان هو يغير المهمة بتاعتها عشان صاحبها اللي بيكون مش وسابها، وهي انها تروح على النهر المليان تماسيح وتحاول ان هي تعدي للناحية التانية قبل لارا اللي بتكون حبيبة المخرج اللي شاركت من شوية. وهنا بتقدر ان هي تعدي اول جولة، ولما بترجع على المصور بتشوف حبيبها واقف مع إلينا وبيهزر، فطبعا بتكون متضايقة منه، بتحاول ان هي تعيط في اي حتة وبتكبر الموضوع. ودي بتكون اول مجموعة في المسابقة. المجموعة التانية بتكون عبارة عن شخصين اسمهم امبر وجونز، وهنا بيشوفوا لحمة بتتشوي قدامهم على الارض، فبيقرروا ان هم ياخدوها معاهم عشان يتعشوا. وفي الاخر لارا بتقرر ان هي تخرج من المسابقة، وبتدور على اي مكان تتصل بيه على اخوها، لكن للاسف مش بتلاقي اي حاجة، وبتكون معاها إلينا اللي بتحاول تعرفها اللي حصل مش اكتر. ولما بيدخل على بيت كان قدامهم بيعرفوا ان هو بتاع المسوخ من خلال الصور بتاعتهم على الحيطة، وهنا إلينا بتحاول تشرح لهم الموقف، لكن في الاخر بيدخل واحد من المسوخ عليهم وبيعرفها ان هي واحدة مع بناتها وبتساعدها. وفي الاخر بنشوف ان الست دي كانت حامل من بدري وقربت تولد، والبنت بتحاول ان هي تعمل كده لحد لما بيجي منها مسخ شكله مقرف جدا، وطبعا البنات بتكون خايفه ومرعوبه. وللاسف واحده من المسوخ بتشوف لارا مع صاحبتها في الاوضه، فبيحاولوا ان هم يقفلوا الباب على نفسهم بسرعه، وطبعا ما يعرفوش ازاي هيخرجوا اصلا من هنا. وبعدها بيشوفوا مكان سري بيخرجوا منه في الاوضه، لكن للاسف واحد من المسوخ بيخلص على لارا قبل ما تهرب، وإلينا بتقدر ان هي تجري بسرعه في الغابه. بعدها بتحاول ان هي تستخبى منهم لحد لما بتشوف مسخ كان قدامها وقرب منها، وفي الاخر مش بيعرف مكانها. وهنا بياخدوا الجثه بتاعت لارا عشان يرجعوا يتعشوا بيها، وفي الطريق بيتسلى على الصباع بتاعها، ولما بيرميها قدامها بتكون قربت تصرخ من الرعب، والعربيه بتتحرك مره تانية على البيت. هنا بتوصل على المخرج عشان تعرفه اللي حصل مع حبيبته لارا، لكنه بيكون فاكر ان هي ضاقت منه ومشيت مش اكتر، فبيسيبها في الغابه لوحدها عشان يروح. وفي الوقت ده بتعرف ان في مصيبه هتحصل في المسابقه، وبنشوف مسخ بيكون مراقبها من بعيد عشان يخلص عليها، لكن الواضح ان هو كان معجب بيها جدا. بعد شويه بتوصل مراته على مكان عشان تشوف اللي حصل، وطبعا بتكون متضايقه ان هو واقف عشان يبص عليها، فبتقرر ان هي تخلص منها وتقطعها 100 حته. وهنا بيفوق المخرج مره تانيه عشان يشوف المسوخ حواليه في كل مكان، وعمالين ياكلوا في جثه المصور اللي مات في اول الفيلم. بعد شويه بيوصل المسخ التاني بالجثه بتاعت لارا عشان يحلوا بيها، والدور دلوقتي بيكون على المخرج، لكنه بيقدر ان هو يفلت منهم بكل سهوله، وبيحاول ياخد منهم البندقيه عشان يخلص عليهم، وبيرجع تاني على المعسكر بتاعه، لكن المصور بيلاحظ ان العربية اتحركت لوحدها. في الاول بيكون فاكر ان ده واحد من الفريق، لكن الحقيقة ان المسوخ هي اللي سايقة، وعشان كده بيدخلوا عليه عشان يقتلوه. وهنا امبر مع جونس بيرجعوا للمخيم عشان ياكلوا اللحمه اللي شافوها، وحظهم ان إلينا بتكون لسه عايشه وبترجع تاني علشان تلحقهم. في الوقت ده بيلاحظوا الوش بتاع صاحبتهم كيم على اللحمه اللي كانوا بياكلوا منها، فبيرجعوا تاني على المدير عشان يطمنوا عليه، لكنهم بيعرفوا ان مفيش حد فيهم موجود، وقرروا ان هم يروحوا على مصنع الورق وده عشان يطلبوا اي حد يساعدهم. وصاحب المسابقه بيشوف واحده قدامه في المحطه، بنعرف ان الشخص ده اسمه مينارد، وبيحكي كل حاجه عن اللي شافها في الغابه، وان المسوخ دي ظهرت بسبب الاشعه التجارب النوويه. وفي الوقت ده بيعرف ان المسخ اللي قتله من شويه بيكون ابنه، فبيحاول ان هو يخلص عليه هو كمان، وبيفكره بالقنبله اللي كانت معاه ويتقطع 100 حته. المجموعه بتحاول ان هي تدور على مخرج في كل مكان، لحد لما بيشوفوا البنت كانت ماشيه مع المسخ جوزها، وبتكون إلينا خايفه جدا وبترجع تاني عليهم.
فبتهرب بسرعة من وسطهم لحد لما بتقع في حفرة كانت معمولة في الأرض، وللأسف مش بتلاقي أي حد جنبها عشان يساعدها. جاك بيعرف أمبر إن هو لازم يرجع تاني على إلينا، وبيقولها إن هو هيقابلهم بعد شوية في المصنع بتاع المدينة، لحد لما بيعرف إن هي وقعت في الحفرة قدامه، فبيحاول يطلعها بكل قوة لحد لما دراعه للأسف بيتكسر وبيشوف المسوخ ظهر التاني قدامهم. وبنعرف إن الحل الوحيد عشان يهربوا إن هم ينطوا في النار عشان يفضلوا عايشين. وفي الوقت ده أمبر بتهرب مع جونز لحد لما بيقع في الفخ اللي كان معمول في الأرض هو كمان، ولما بتروح عليه عشان تلحقه بتتعلق جنبه على طول. هنا اتنين من المشوهين بيوصلوا على الشجرة عشان يخلصوا عليهم، وكل واحد بيعزم التاني على مين اللي يقتلهم، لحد لما بيجي راس في راسهم هما الاتنين وبيموتوا على طول قدامهم. بعدها بنرجع مع جاك وإلينا اللي بيوصلوا على بيت كان قدامهم، وبيشوفوا الجثث في كل حتة، وطبعا بتخاف جدا من اللي شافته لحد لما بتعرف ان هي كانت واحدة من المسوخ. جاك بيحاول يهديها عشان يخرجها من البيت، وبيطلب منها يستنى جونز وأمبر، وللأسف ما يعرفوش ان الاتنين بيكونوا اصلا ماتوا من شوية. وبعد شوية بيشوفوا جراج كبير قدامهم مليان عربيات الناس اللي ماتت من المسوخ، والغريب ان هم بيشوفوا عربية التصوير وسطهم، ولما بيروحوا عليه بيسمعوا صوت مايكل صاحبهم عمال يصرخ، لكن بيعرفوا ان ده كان فيديو متسجل ليه المسوخ بتقطع راسه. وقبل ما يخرجوا من العربية بيشوفوا مسخ تاني قدامهم، وبيقدر ان يضربهم هما الاتنين عشان يفقدوا الوعي على طول. هنا المسوخ بتربط جاك على الماسورة عشان ياكلوه بعد شوية، وإلينا بتكون قاعدة مع المسخ عشان يؤكلها، لحد لما بتعرف ان ده بيكون جسم كيم صاحبتها اللي ماتت في العربية، فطبعا بترفض ان هي تاكل حاجة زي كده، لحد لما بيروح عليها وبيأكلوها بالعافية. وبنعرف ان المصنع اللي استخبوا فيه بيكون المسوخ اصلا مكانهم، وان هم بيستخدموا الالات دي في تقطيع لحم البشر. وبعد شوية المخرج بتاع المسابقة بيروح على المصنع عشان يدور على باقي الفريق، فبيحاول ان هو يعمل صوت عالي عشان يشتت انتباههم، وفعلا بيخرجوا على الصوت العالي وبيقدر ان هو يقتل اتنين منهم بكل سهولة. بعدها بيروح على جاك وصاحبته عشان يساعدهم، لكن للاسف بيوصل الاب بتاع المسوخ على المكان، وبيعرف ان ولاده بتكون ماتت من المخرج، وهنا بيقرر ان هو ياخد حقه وبيقدر ان هو يخلص عليه. وإلينا بتحاول ان هي تهرب من المصنع بسرعة وبتفضل عايشة، وجاك بيكون دخل على الاوضة الغلط، والمسوخ بتتحرك ناحيته عشان ترميه في مكنة تقطيع اللحم، وبيكون قرب يموت منهم وإيده بتتعور، لكن في الاخر بترجع إلينا عليه عشان تلحقه زي ما ساعدها من شوية، وبتحاول ان هي تضرب المسوخ وبترمي واحد فيهم جوه المكنة، لكن المسوخ بتكون رايحة مرة تانية على جاك، وإلينا بتلحقه زي كل مرة، وفي الاخر بيقدروا ان هم يخرجوا من المكان. للاسف بيكونوا فاكرين ان هم قتلوا كل المسوخ، وما يعرفوش ان كان في طفل جديد لسه موجود واللي هيرجع تاني عليهم عشان ياخد حق ابوه وامه. بيبدا الفيلم واحد وحبيبته هم بالعجل بتاعتهم في الغابه، وبعد شويه بيقرروا ان هم يقعدوا في مكان عشان يرتاحوا فيه. هنا البنت بتعرف صاحبها ان هي تعرف المكان ده من بدري، وان الاسره بتاعتها كانت بتيجي على هنا من سنين كتير وهي صغيره. وفي الوقت ده بنشوف مسخ بيكون واقف من بعيد ومراقبهم، لحد لما بيتحركوا مره تانيه على الطريق، والشاب بيقع هنا من العجله بتاعته. البنت بتروح عليه عشان تطمن، وبيقول لها ان في حد ضرب السهم ناحيته من شويه، وطبعا المسخ اللي عمل كده لكنهم ما يعرفوش حاجه. وقبل ما يكملوا كلامهم في سهم هنا بيجي تاني في راسه من المسوخ عشان تخلص عليه، وبيبداوا ان هم يتجمعوا على صاحبته عشان يخلصوا عليها هي كمان، فبتحاول ان هي تهرب بسرعه من الغابه لحد لما بتخبط في فخ كان معمول في الشجر، وهنا المسوخ بتروح عليها عشان يرجعوا بيها للبيت، وبيلفوا السلك على جسمها عشان تموت، وفي الاخر بيقطعوا راسها، وبتخلص اول لقطه في الفيلم لحد هنا. بعد شويه بنتعرف على مجموعه صحاب مع بعض في العربيه، واولهم بيكون اسمه داني وصاحبه فرانك مع صاحبتهم توني واللي بتكون حبيبته طبعا. في الوقت ده بنعرف ان هم رايحين على البيت بتاع اسرته، وده عشان يورثهم بعد لما ماتوا، وان هو اصلا اكتشف السر ده دلوقتي لان في اسره كانت متبنيه من بدري. والناحيه الثانيه بنشوف صحاب داني رايحين على البيت هم كمان عشان يتقابلوا، لكن للاسف العربيه بتعطل بيهم في الطريق، وبيكون عددهم تلاتة، وهم براين مع صاحبه رود، وتشارلي والبنت اللي معاهم اسمها جيل بيكونوا صحاب داني. بعدها في الفندق بنشوف واحدة اسمها سالي واقفة مع اخوها جاكسون، واللي بيكون اخوها داني من الاب ولسه متعرفش عليه لحد دلوقتي. طبعا بيكونوا متضايقين جدا ان هو ياخد منهم فلوس لحد لما بيوصل على البيت، وبينزلوا ناحيته عشان يستقبلوا مع صحابه، كلهم بيكونوا قاعدين. بعدها بيدخلوا على الفندق عشان يرتاحوا فيه، وجاكسون بيخرج من الاوضة عشان يسيبهم مع بعض، وبتروح وراه طبعا ليكس عشان تكلمه. وهنا براين بيعرف داني ان هو لازم يبيع الفندق اللي ورثه من اسرته، وده عشان يبيع الارض، لكنه بيرفض الفكره وبيقرر ان هو يطور فيه. بيعرف باقي اصحابه ان هم هيقعدوا هنا اسبوعين مش اكتر، لحد لما بنروح على واحده نزيله في الفندق واسمها فيلدز، واللي بتكون ست عجوزه وكبيره جدا. وفي الوقت ده بتسمع صوت حد بيخبط على الباب، وبتحاول تعرف هو مين، لكن للاسف مش بتلاقي حد موجود اصلا في الممر. وقبل ما ترجع على الاوضه بيجي هنا فس في بطنها عشان يخلص عليها، واصحاب داني بيروحوا على الحمام السباحه عشان يستمتعوا شويه، وسالي بتكون
شايفة كل حاجة من بعيد، وجاكسون بيدخل براين مع جيل على الأوضة اللي هيناموا فيها ومش بياخد أي فلوس منهم. في المشهد اللي بعده بنشوفه واخد العلاج من صاحبته توني، واللي بنعرف إن داني بيعاني من أمراض نفسية كتيرة جدا الفترة الأخيرة وبيحاول إن هو يتعالج منها، وده بسبب ان هو حاول ينتحر قبل كده اكتر من مره. وبالليل بتشوف جاكسون واقف مع المسوخ عشان يتكلم معاهم، بنعرف ان القائد بتاعهم وبيطلب ان هم يوقفوا قتل الفتره دي ولازم يسيبوا اصحاب داني في حالهم لحد لما بيخرجوا من هنا، وده بسبب ان الشرطه بدات تلاحظ ان الفندق بتحصل فيه حاجات غريبه وبيخرجوا من المكان وبيخلص اليوم على كده. هنا توني بتشوف جاكسون عمال ينظف الدم اللي كان على الارض بتاع فيلدز، لكنها مش بتفهم حاجه فبتمشي تاني على طول. وتاني يوم بيروح صحاب داني على ماركت عشان يشتروا شويه طلبات في الفندق، وبيشوفوا ضابط بيكون واقف قدامهم بيعلق صورة فيلدز ان هي مفقودة من كام يوم وصور ناس كتير معاها ومحدش فيهم يعرف الحقيقة لحد دلوقتي. ولما بيدخل على الأوضة بتاعت الفندق بيشوفوا أسرة داني متعلقة على الحيطة وفي جزء منهم بيكون مغطي وشه وشكلهم مشوه. هنا فرانك بيفضل يتريق عليهم وما يعرفش اللي هيحصل ليه كمان شوية، لحد لما جاكسون بيتخانق معاه بسبب كده وداني بيحاول ان هو يهدي الموقف اللي حصل. وبعدها بيطلب منهم يروحوا على الأوضة السرية بتاعته، وهنا بيشوفوا أسلحة كتير جدا قدامه وداني بيشوف القوس بتاع جده، فجاكسون بيعرض عليه ان هو يخرج معاه للغابة عشان يصطادوا بيه. وهنا بيعرفه ان هو فتح شركة مع صحابه لكنها للأسف خسرت بسبب الديون اللي عليها، لحد لما بيوصل على شجرة كانت في نص الغابة. وبعد شوية توني بتطلب من صحابه ان هم يدوروا على داني لانه اتأخر. في الوقت ده جاكسون بيحاول ان هو يعلمه الصيد بالأسهم، لحد لما بيشوفوا غزالة قدامه وداني بيضرب السهم عليها وبتكون لسه عايشة، لحد لما جاكسون بيعرفها ان هو لازم يتبعها عشان يرجعوا بيه على الفندق. والظابط ماركي بيكون ماشي في وسط الغابة بالعربية، هنا بيشوف شجرة بتكون قطع الطريق بالعرض فبياخد البندقية بتاعته عشان يعرف اللي حصل، لحد لما بيجي سهم في بطنه من المسوخ فبيحاول الظابط ان هو يضرب عليه النار ومش بيعرف، وفي الاخر بيظهر تاني مسخ عشان يضرب سهم جديد والمرة دي بتكون الاخيرة عشان تموته. هنا فرانك بيفضل يدور على صاحبه في المكان لحد لما بيشوف مسخ قدامه عمال ياكل في الغسالة فبيهرب بسرعة على البيت، وفي الوقت ده بيخبط تاني عشان يقع معاه على سلك حديد وبيعرفه ان في مسخ هنا كان بياكل غزالة من شوية لكنه طبعا مش بيصدق. وبالليل بتحاول سالي ان هي تعالج الجرح بتاع داني وبتطلب منه ان هو يخلي باله على نفسه لانه الوريث بتاع الفندق ولازم يخطط عشانه. وتاني يوم بيصحى من النوم عشان يدخل الحمام وبيقرر ان هو مش ياخد العلاج مره تانيه، لحد لما بينزل مع باقي اصحابه عشان يفطروا. هنا داني بيقول لهم ان هو ممكن يرمم الفندق عشان يرجع احسن من الاول، وبراين بيكون شايف ان هو مش فاهم حاجه والاحسن ان هو يبيعه، لكنه بيطلب من رود ان هو يصور الفندق كله عشان يعمل له اعلان جديد، ومن فرانك شويه معلومات عن المكان عشان يعمل دعايه اكتر للناس. ولما بيرجع براين على الاوضه مع جيل بيكون متضايق جدا بسبب ان هو طلب من داني يهد الفندق عشان يبيع الارض ورفض. هنا من العصبيه بيرمي حاجات على الارض وبيمثل تمثال غريب من شنطه جيل وبيكون عاوز يعرف هي جابته منين، وبتقول له ان التماثيل دي غاليه جدا وبتوديه على المكان اللي شافته. وبراين بيشوف باب سر في الحيطه وبينزلوا منها على الطابو، هنا بيعمل علاقه مع بعض في مكان هادي لحد لما بتوصل المسوخ عليهم وبتحاول ان هي تضرب براين على دماغه وبتكسر رجل جيل عشان يموتوها. وفي الوقت ده بتظهر سالي مره تانيه وبتعرفهم ان هم لازم يستنوا شويه وبتطلب منهم يخرجوا من البيت. وداني بيرجع على الفندق وبيشوف الباب السري لكنه بيسمع صوت حبيبته بتندع عليه، فمش بيدخل على جوه عشان يقعد معاها في الاوضه، وبتكون خايفه من اخواته جاكسون وسالي لانهم ما يعرفوش حاجه عنهم لحد دلوقتي. وبعدها بنشوفه واقف مع اخواته عشان يتكلم معاهم وبيطلب منهم يقعد مع باقي الاسره، وفرانك بيكون واقف في الاوضه وسامع كل حاجه. بعدها بنشوفهم خارجين على الغابه وفرانك بيكون رايح وراهم، لحد لما بيقعدوا مع ناس شكلهم مرعب وبيشرب حاجة غريبة جدا، ومع الوقت بيكون دايخ ومش شايف حاجة قدامه، لحد لما جاكسون بيعرفه ان هو لازم يتجوز سيل عشان يحسنوا النسل بتاعهم في القرية. للأسف المسوخ بتكون مسكت فرانك اللي شاف كل حاجة وبيقلعه على الشجرة عشان يخلصوا عليه، وداني بيكون شايف كل حاجة ومش قادر ان هو يتكلم. ومع الوقت المسخ بيبدا ان هو يقطع فيه عشان ياكل الباقي، وسالي بتروح على داني بطبق دم عشان يشرب منه وفعلا بيعمل كده. تاني يوم صحاب داني بيسمعوا صوت الباب بيخبط عليهم فبيكونوا خايفين، لحد لما بيشوفوا صحابه قدامه. هنا داني بيكون سكرانه بيساله عن اللي حصل وان هو ما يعرفوش مكان فرانك لحد دلوقتي، فبيقرر ان هو ينام شويه على الكنبه. في الوقت ده بيشم ريحه وحشه جدا جايه من المطبخ وبيعرفوا ان جاكسون بيكون مقطع جثه واحد عشان يفطر بيها، وبعدها بيخرجوا على الصاله عشان ياكلوا الباقي. وباقي المجموعه بتكون شافت كل اللي حصل وبيلاقوا جثه فرانك قدامهم في الثلاجه. قبل ما يخرجوا من الفندق المسخ بيهجم عليهم مره ثانيه، لكن تشارلي بيحاول ان هو يدافع عن باقي اصحابه وللاسف بيمسكوه في الاخر. بيقدروا ان هم يحطوا الميه في كل جسمه لحد لما بينفجر، وتوني بتعرف روت ان هم لازم يخرجوا مع داني بسرعه هنا من الفندق. وبعدها بتروح على الاوضه بتاعه جاكسون عشان تاخد منه السلاح، وروت بيعرفها ان هو لازم يدور على داني في الفندق لكن في مسخ بيقرب عليه، ولما بيستخبى
منه بيكون داس على فخ جديد والمسوخ بتوصل عليه عشان تموته وبتضرب الفاس في دماغه عشان يموت على طول. وهنا توني بتكمل الطريق عشان تدور على حبيبها لحد لما بتشوف سالي قدامها وبتعرفها ان داني هيفضل معاهم هنا في الفندق عشان يتجوزها ويكبروا الاسره بتاعتهم. طبعا بتقول لها انكم مجرمين ولازم تبلغ الشرطه عنهم وبتضربها بالسلاح عشان تهرب منها، وكل واحده فيهم بتحاول ان يتخلص على الثانيه لحد لما بتحط وش سالي في النار، وطبعا بتكون مشوهه من اللحظه دي. في الاخر بتضرب النار عليها عشان تموتها، لكن داني بيرجع عشان ياخد منها السلاح وبيكون مش مصدق اللي حصل في المكان، وجاكسون بيمسك تاني توني عشان يخلص عليها، فداني بيطلب منه انه يعمل كده بداله، وفي الاخر بيعرفها ان هي لازم تهرب من هنا وما تبصش ابدا وراها. ولما بتعمل كده جاكسون بيروح وراه عشان يمسكها مرة تانية، لكن بتقدر ان هي تضرب المفتاح في وشه اكتر من مرة بالحديد وده عشان يموته، وداني بيكون واقف قدامها بالسلاح وخايف يقتلها، بيعرفها ان هي كانت لازم تهرب من هنا وما تقفش ابدا، لحد لما المسوخ بتيجي من وراه عشان تضربها على دماغها وطبعا بتفقد الوعي. وبعد فترة بنعرف ان داني بيكون فعلا رمم الفندق وجدده والناس بتيجي عليه من كل حتة، لكن المسوخ بتفضل في المطبخ عايشة معاه عشان ياكلوا اي حد ممكن يفضل في المكان. وهنا بنعرف ان سالي فضلت عايشة لكن لها بيكون مشوه بسبب الخناقة، ومحدش يعرف اللي هيحصل بعد كده في الفندق. بيبدأ الفيلم في مصحة نفسية سنة 1974، وبنشوف دكتور براند ماشي في المستشفى مع الدكتورة جديدة، وده عشان يعرفها على المرضى اللي معاه. ولما بيدخل على قسم المشوهين في حد بيشد الدكتورة من شعرها وبياخد منها التوكة من غير ما تاخد بالها، وهنعرف استخدامها كمان شوية. والدكتور بيعرفها ان دي اسرة اتولدت مشوهة بالكامل وبتكون مكونة من 3 اشخاص، واصغر واحد فيهم بياكل صوابع ايده وتصرفاته كلها عدوانية، والتاني بيكون خلع عينه من راسه عشان ياكلها، والكبير بيكون عنده سنان كبيرة وللأسف ممكن ياكل أي حد قدامه، وعشان كده بيحط وكع على راسه عشان يحمي نفسهم. وهنا المسخ بيرمي الدبوس اللي خده على الإخوات، وده عشان يفكوا نفسهم بسرعة، وبيقدروا إن هم يفتحوا البوابة عشان يهربوا، لحد لما الحارس بيلاحظ حركة غريبة في الممر، ولما بيروح على القسم بتاع المشوهين بيشوف الإخوات بيهجموا عليه عشان ياكلوا فيه، وفي الآخر الدكتور بيموت قدامهم، وده بعد لما اتقطع 100 حتة. وهنا بيعملوا فوضى في القسم بتاع المشوهين، وده عشان يقتلوا كل الدكاتره اللي كانت في المستشفى، وبيروح على الدكتوره الجديده عشان يمسكوها، وبيفضلوا يكهربوا فيها ويعذبوها لحد لما بتموت هي كمان. بعدها بيروح على المدير عشان يربطوه من كل حته لحد لما بيشغلوا المكنه عشان تشد جسمه، وفي الاخر بيموت هو كمان. وبتقفل المستشفى على كده لحد لما بنروح تاني عليها سنه 2003، وبنشوف مجموعه صحاب قدامها على طول. هنا بنعرف ان هم رايحين على اصحابهم في الكوخ بتاعه، وده عشان يقضوا الاجازه مع بعض، وصاحبهم دانيال بيعرفهم ان في عاصفه قريبة من هنا. ولما بيحاول ان هو يأجل الميعاد الكل طبعا بيرفض الفكرة، وبيركبوا الموتوسيكلات بتاعتهم عشان يتحركوا لحد لما بيتوهوا في الغابة. للأسف بيكون قدامهم طريقين ومحدش عارف المكان بالظبط، لحد لما بيدخلوا في الطريق الغلط والعاصفة بتكون قربت تشتغل عليهم ودرجة الحرارة عمالة تقل. وفي الآخر بيشوفوا قدامهم مبنى قديم جدا، فبيقرروا ان هم يروحوا على هناك عشان يقعدوا فيه، والنور بيكون قاطع في كل حتة. هنا كايل بتحاول ان هي تتصل بصاحبهم دانيال عشان تعرفه اللي حصل، لكن للأسف مش بتلاقي أي شبكة، وصاحبته بتعرفهم ان هو هيفضل قاعد في الكوخ مستني. وهنا القائد بيعتذر لهم ان هو توههم في الطريق، لحد لما بتخرج كام بنت من المبنى عشان تشوف اي حد يساعدهم في الاتصال، وده طبعا بدانيال. بعد شويه بيدخلوا على مكتب بتاع المدير، وبنعرف ان دي المصحه اللي حصلت فيها المشكله بتاعت اول الفيلم وفضلت مهجوره لسنين كتير، وبيشوفوا الملف بتاع المسوخ. وفي الوقت ده ما يعرفوش ان هم لسه عايشين، وبيحاولوا ياخدوا معاهم جثه على المستشفى على الاوضه، وده عشان ياكلوا فيها الليل كله. والبنات قبل ما تخرج من المكان بيشوفوا خيال حد بيجري في الممر، فبيروح فرانك عشان يعرف اللي حصل من شويه. بعدها بيسمعوا صوته وهو بيصرخ، فبيحاولوا ان هم يطمنوا عليه لحد لما بيطلع من غرفة الستاره. وهنا بنعرف ان هو كان بيهزر معاهم مش اكتر، وفرانك بيعرف باقي المجموعه ان هو لازم يروح على الغرفه بتاعه الكهرباء. بيحاول انه يشغل النور في المكان عشان يعرفوا يشغلوا الشبكه، لحد لما بيرجع مره ثانيه وبيفرحوا جدا، والمسخ بيبص عليهم من بعيد، وطبعا محدش بياخد باله من حاجه لحد لما بيشوفوا قدامهم شريط فيديو للمريض في المستشفى، وبيحاولوا ان هم يعرفوا اللي عليه لحد لما بيشوفوا جلسات الكهرباء اتعملت على المسوخ بسرعه. وهنا واحده منهم بتعرفهم الباقي ان اخوها كان شغال في المستشفى قبل الحادثه، والمسوخ دول يعتبروا اكل لحوم البشر، وعشان كده اتحبسوا في المستشفى عشان ياخدوا الجلسات. في الاخر بيدخلوا على الاوض عشان يناموا، وفرانك بيصحى من النوم عشان يتكلم شويه مع جينا وان هو يخرج يدور على اي حاجه ياكلها.
وفي الممر بيشوف ان في حد بيكون واقف قدامه وبيعرف ان ده صاحبه في المجموعة، لكن للأسف بيكون مات من المسوخ، وواحد منهم بيظهر قدامه على طول، وقبل ما يعمل اي حاجة بيكون الشخص ده خلص عليه هو كمان وبياخده على الأوضة عشان يتعشى بيه. وتاني يوم بتصحى جينا من النوم وبتعرف ان مارك مش نايم جنبها في الأوضة، وكلهم بيتجمعوا مرة تانية عشان يدوروا عليه في كل حتة. وسارة بتعرفهم ان هما لازم يتقسموا فريقين عشان يدوروا في المستشفى على فرانك، والفريق الاول هيروح على كابو بتاع المكان يمكن قاعد فيه، والفريق التاني هيروح على الادوار اللي فوق، وكل مجموعة بتحاول تدور على صاحبهم فرانك اللي بيكون اختفى فجأة من مكانه. والمجموعة الاولى بتشوف مكان مليان اسلحة حادة وعليها دم كتير، والمجموعة التانية بتشوف اثار دم على الازاز، فبتروح جينا على المطبخ. هنا بتشوف مسخ قدامها وشايل جثة، فبتحاول ان هي تستخبى منه، ومع الوقت بتعرف ان ده صاحبها هنري، وبيفضل يقطع فيها قدامها لحد لما بيشيل راسه. فبتحاول جينا ان هي تخرج بسرعة من المكان، وبتعرفهم ان المسوخ بتفضل عايشة في المستشفى. بعد شوية بتشوف جاكيت صاحبها مرمي على الارض ومتكعبر كده، ولما بتروح واحدة عشان تفتحه بتشوف راس فرانك قدامها. وفي الوقت ده واحدة من المسوخ بيسحبها من راسها، وكايل بيحاول ان هو يلحقها، لكن للأسف بسبب الضغط الشديد من الاسلاك رقبتها هنا بتطير على طول. فهنا كلهم بيخرجوا بسرعة من المكان، وكايل بيحاول ان هو يخرج معاهم، وللأسف الموتوسيكلات بتكون عطلانة بسبب الجو، وكمان المسوخ بتاخد بطاريات بتاعتهم، ومستحيل ان هم يهربوا من هنا، لحد لما واحده بتعرفهم ان هي تطلب المساعده من اي حد يكون قريب من المستشفى. بتحاول ان هي تمشي وسط العاصفه لوحدها، والباقي بيكون لازم يرجع للمستشفى عشان ممكن يموتوا من الجو الساقع والتلج. وفي الاخر بيفتكروا ان الاوضه كان فيها اسلحه حاده، فبيتحركوا عليها عشان يجيبوا اي حاجه يحموا بيها نفسهم. وفي الوقت ده بيشوفوا مسخ جاي عليهم من بعيد عشان يقتلهم، فبيدخلوا على الاوضه عشان يطفوا النور، والمسخ طبعا مش بيعرف ان هو يوصل لهم. وبعد شوية بيسمعوا صوت الباب بيخبط عليهم، لحد لما بيعرفوا ان ده واحد من المسوخ، وبيمسك واحدة من شعرها عشان يخلص عليها، لكنهم بيقدروا ان هم يحررها من المسخ بسرعة، والمجموعة التانية بتحاول ان هي تاخد كل الاسلحة اللي ممكن يقتلوا بها المسوخ. وفي الاخر بيخرجوا من القبو عشان يطلعوا تاني مع صاحبهم، لكن للاسف المسخ بيهجم على اخر واحد فيهم، وده من غير ما يحسوا باي حاجه. هنا بيربطوه على الترابيزه عشان يخلصوا عليه، وبيعرفوا ان دانيال بيكون مش معاهم، وان اكيد المسوخ هي اللي خلصت عليه. بعد شويه بيسمعوا صوته وبيصرخ، وده لان المسوخ بتقطع فيه عشان تاكله، وبيقرروا ان هم يرجعوا تاني عشان ينقذوه. فبيطلع عشان يدور عليه، والبنات بتفضل مستنية عند السلم، لحد لما بيشوف المسخ قدامه بيقطع في جسم دانيال. طبعا بيرجع على البنات وبيعرفهم ان صاحبهم اصلا خلاص هيموت، ولازم يعملوا خطة عشان يقتلوا بيها المسوخ، وده بدل ما يموتوا كلهم. بعدها كايل بيروح على بطفاية الحريق، والبنات بيروحوا ناحيتهم بالسكاكين، وجينا بترمي الملوتوف عشان تبعد المسوخ عنهم. وبعد شوية بيدخلوا على العنبر عشان يحموا نفسهم، وفي الاخر بيقدروا ان هم يقفلوا الباب عليهم، ودي بتكون نفس الاوضة اللي اتحبسوا فيها من 30 سنة فاتت. وصاحبتهم اللي بتكون خرجت تدور على حد يساعدهم مش قادرة ان هي تستحمل العاصفة، وبتحاول تولع نار عشان تدفي جسمها بدل ما تموت من الحرارة العالية. وكايل بيعرفهم ان هو لازم يفضل قدام المسوخ عشان يراقبهم، وباقي البنات بتروح تدور على البطاريات بتاعت الموتوسيكلات، وده عشان طبعا يهربوا. بعد شويه بيكون كايل نام من التعب، وواحد من المسوخ بياخد الدبوس بتاع الدكتور اللي بقاله 30 سنه على الارض. هنا بيفتح الباب عشان يخلص على كايل، والبنات بتكون قاعده في الاوضه وما تعرفش اي حاجه عن اللي بتحصل دلوقتي، فبتروح جينا عشان تطمن على صاحبها. وللاسف النور بيقطع تاني في الممر كله، وبتكون خايفه جدا، لحد لما بتوصل كايل وبتعرف ان هو مش موجود في المكان، والمسوخ بتكون هربت من العنبر. بترجع تاني على البنات عشان تحكي لهم اللي حصل، لحد لما بيسمعوا صوت حد عمال يصرخ، فبيبصوا من فتحه الباب، وده عشان يعرفوا اللي بيحصل. وهنا بيلاقوا واحد مغطي راسه وبيفتكروا ان هو واحد من المسوخ، فبيقرروا ان هم يروحوا عليه عشان يقتلوه بالسكاكين، وفي الاخر بيعرفوا ان هو كان صاحبهم كايل، وللاسف مش بيقدر ان هو يتكلم، وده لان كان لسانه مقطوع. فبيحاولوا ان هم يرجعوا تاني على الاوضه، لكن المسوخ بتكون مستنياهم عشان يقتلوه. بعد شويه بيروحوا على المكان اللي بيقعدوا فيه المشوهين، وبيشوفوا جواكت كتير جدا قدامهم، وبياخدوا منه كام واحد بسبب الطقس، لحد لما بيرجعوا على اوضه تانية عشان يقفلوا الباب عليهم، وبعدها بيشوفوا شباك عليه سلك ضعيف، فبيقرروا ان هم يهربوا منه. في الاخر بيعرفوا ان التلج بيكون قفل عليهم الطريق والشباك، فبتحاول ساره ان هي تعمل فتحه كبيره عشان تهرب منها، وباقي البنات بتطلع وراها على طول، لكن المسوخ بتقدر ان هي تكسر الباب بعد شويه عليهم. وفي الاخر بتفضل جينا في الاوضه ومش بتلحق تخرج منها، فبتحاول البنات ان هي تساعدها في كده، لكن المسوخ بتخلص عليها بالشنيور وبتقطع بطنها 100 حته.
وبيحاولوا يهربوا بسرعة من المستشفى، لكن المسوخ بتروح وراهم بالموتوسيكلات بتاعتهم أصلا، وده عشان يرجعوهم تاني. وفي الآخر واحد منهم بيمسك جينا من رجلها، فبتفضل تضربه بالسكينة لحد لما بيسيبها مرة تانية. بيخبط هنا في الشجر عشان يفقد الوعي، وبيحاولوا إنهم يندهوا بعض عشان يجمعوا بعض تاني، وده عشان يهربوا من المنطقة. وللأسف المسخ بيقدر إن هو يخلص على واحدة فيهم بالموتوسيكل رايح جاي، والنهار بيكون طلع عليهم، وصاحبتهم نوران بتكون اتجمدت بسبب الحرارة، وطبعا مفيش أي حد ساعدها. في الآخر جينا بتفضل عايشة لوحدها، وبيجي وسخ وراها بالموتوسيكل عشان يمسكها، لكن بتظهر سارة في الوقت المناسب عشان تضربه بالخشبة، وده قبل ما تخلص عليه. بعدها بياخدوا الموتوسيكل بتاعه عشان يهربوا من الغابة، لكن للأسف بنشوف فخ بيكون معمول في الأرض قدامهم، واللي بيكون قادر إن هو يقطع راسهم هما الاتنين. بعدين بيظهر مسخ عشان ياخد راسهم وبيرجع تاني على البيت، وبيخلص الفيلم لحد هنا. بيبدأ الفيلم عن مجموعة شباب وهم ماشيين في النهر بالمراكب، لحد لما بيوصلوا على حتة هادية جدا في الغابة عشان يريحوا فيها. وهنا تيري بيقول لهم ان هو هيروح يجيب شوية خشب عشان يولعهم، وبيروح مع صاحبه مارك عشان يساعده. وبعدها بيرجع مارك لوحده، وأليكس بتسأله عن تيري، فبيعرفها ان هو لسه مجاش، فبتقرر ان هي تروح كمان عشان تساعده. في الوقت ده المسخ بيضرب سارة بالسهم عشان يخلص عليها، ومارك بيحاول ان هو يجري من المكان لحد لما بيوصل السهم التاني على سارة في عينيها. وهنا بيروح ناحيتها عشان ياكلها، وبنعرف ان هو مسخ من اكل لحوم البشر، وأليكس بتكون شافت كل حاجة من بعيد، وطبعا خايفة جدا. ولما بيرجع تري عليهم بيعرف اللي حصل، لحد لما بيوقع الخشب من ايده، وطبعا المسخ بياخد باله من تري، فبيحاول ان هو يضرب السهم عليه. وبتفضل هنا المطاردة ما بينهم هما الاتنين لحد لما بيقع على الارض، وهنا المسخ بيقدر ان هو يضربه بالحديد في راسه عشان يموته. في اللحظة دي مارك بيحاول ان هو يهرب هو كمان من الغابة، لحد لما بيدوس على فخ كان معمول في الارض، وللأسف بيتقطع هنا 100 حتة. وبعدها بنروح على سجن مشهور جدا في البرازيل، وبنتعرف على واحد اسمه فلويد مع صاحبه تشافي، والاتنين تحت مراقبة الضابط نيت. هنا والتر بيعرفه ان هما لازم ينقلوا المساجين على مكان تاني، فبيروح على المدير عشان يتكلم معاه، وبيعرفه كل التفاصيل بتاعت المهمة، وانه هيبقى مع اتنين مساعدين اسمهم ديفيز من السجن المركزي، والتاني اسمه ويليام اللي هيكون مع الضابط نت في اي حتة، وان المهمة هتكون صعبة لان العصابة بتاعت تشافي بتكون عرفت ان السجن هينقلوا الاسبوع ده، فلازم ياخدوا بالهم في اي وقت. وبعدها بنروح على اسم الشرطة، وبنتعرف على الضابط لارا، وبيجي لها بلاغ ان في ناس ماتت في الغابة عند النهر، فبيروح الضابط على المكان عشان يدور عليهم، ونت مع ويليام بيروح على السجن عشان يشوف تشافي ويرحله. في المشهد اللي بعده بنشوف اتنين مساجين بيتخانقوا مع بعض، وده بسبب ان هو كان جندي في البحرية وقتل مراته، وده عشان طبعا بتخونه. وهنا بيركبوا الاتوبيس عشان يتحركوا، ونت بيعرف والتر ان هو مش عاجبه الشغل ده ومحتاج فلوس كتير جدا يقعد بيها في اي جزيرة بعيد عن هنا. وبعدها بيوصلوا على اسم الشرطة بتاع لارا، وده عشان يتحركوا تاني يوم، والمدير بيكون عارف نت من زمان لانه بيشتغل معاه من سنين كتير. وفي الوقت ده المسوخ بتحاول ان هي تجهز نفسها عشان الفخ الجديد، وبيحطوا عليه ورق الشجر عشان يخبوه، لحد لما بيخلصوا روحها في الاسم وبيرجعوا تاني على الاوتوبيس. وفي الطريق بتيجي قدامهم عربية عشان تعطله، لحد لما بنعرف ان هو واحد من المسوخ اللي بيكون عاوز منهم حاجة مهمة. ونيت بيحاول ان هو يفتح الباب عشان يخرج منه، وتشافي بيحاول انه يهرب لكنه مش بيعرف، والظابط هنا بيموت من خلال سكينة في رقبته. وتشافي بياخد السلاح بتاع الظابط عشان يسيطر عليهم، وبيحاول ان هو يبعد عن الاوتوبيس، وبيطلب من نيت ان هو يفكهم بسرعة قبل ما المسخ يوصل لهم. فبيرجع على الاوتوبيس عشان يجيب المفاتيح، وبيساعد صاحبه ان هو يطلع من هناك قبل ما ينفجر، وبيرجع تاني مع باقي العصابه. والمساجين بتحاول ان هي تفك الكلبشات من ايديهم، ونت بيعرفهم ان هو مش لاقي المفاتيح بتاعت باقي الكلبشات بتاعت رجليهم. شافي بيعرف نت ان هو لازم يتصل بالعصابه بتاعته، فبيقول له ان في برج اتصالات بيكون قريب من هنا. وفي الطريق بيسمعوا صوت غريب جدا، وهنا بنعرف ان هي اليكس اللي اصحابها ماتوا من شويه، وبتطلب طبعا منهم المساعده، وبتحكي لهم كل اللي حصل معاها، وان في مسوخ كتير جدا في المكان، وللأسف بياكلوا لحوم البشر بتاع أي حد قدامهم. وهنا تشافي بيسألها عن المراكب اللي كانت معاهم، وده عشان يهربوا من الغابة. وفي الطريق بيشوفوا عربية مقلوبة قدامهم، ونت بيروح عليها، فبيشوف هنا سلاح قدامه بيحاول ان هو يخليه مع والتر. وتشافي بيفتح الباب العربيه من ورا، وده عشان يلاقي فلوس كتير جدا قدامه، وبيدي كل واحد فيهم شنطه عشان يشيلها. وللاسف والتر بيحاول ان هو يهدده بالسلاح، لكن في الاخر بيعرف ان هو فاضي، لحد لما تشافي بيضربه على دماغه، وبيقرر هنا ان هو يخلص عليه عشان يرتاح منه، وبيكملوا طريقهم مره تانيه لحد لما اليكس بيدوس على فخ، ونت بيلحقها قبل ما تموت. وفي الوقت ده بيظهر المسخ من تحت الارض عشان يهجم عليهم، لكن تشافي بيضربه بالنار، وبيكون ماتوا بيحاول ان هو يقطع راسه. في الاخر بيوصلوا على المراكب بتاعت اليكس، ونت بيقدر ان هو يبوظ المراكب دي، وده عشان طبعا محدش يهرب من هنا. وتشافي بيهجم عليه بسبب
كده وبيكون عاوز يموته، لكن النت بيعرفه انه مش هيقدر يروح على برج الاتصال من غيره، فبيكمل معاه الطريق غصب عنه لانه اكتر واحد حافظ المكان. وهنا المسخ التاني بيشوف راس صاحبه بتكون مقطوعه وبيفضل يصرخ عشان ينتقم من كل اللي كان السبب في موته. وباقي المجموعه بتكمل الطريق عشان تشوف مفتاح قدامهم، فبيروح يتشافي عليه عشان ياخده، لكن بيكون فخ جديد. هنا الحديد بيقتل واحد فيهم، وتشافي بيحاول ان هو يقطع رجل الراجل اللي مات، وده عشان يكملوا طريقهم لحد لما بيشوفوا بيت قدامه، وطبعا بيروحوا على هناك. وهنا فلويد بيشوف فاس قدامه عشان يفك الكلبشات، وبيكملوا تاني طريقهم لحد لما بيلاقوا عربيه على الطريق، وبتكون هي اللي عطلت الاتوبيس بتاعهم. وتشافي بيكون خايف يروح عليها، فبيطلب من واحد صاحبه يركب العربيه، وبنعرف ان في فسخ بيكون مستنيه وحاطط فخ جديد. ولما بيقرب عليها بتربط من كل حته في جسمه، فالمسخ بيقرر ان هو يهرب بالعربيه وبيرجع تاني على البيت بتاعه، وده عشان طبعا ياكله على العشاء. وفي مشهد تاني بنشوف خناقه بين تشافي وفلويد، وهنا الاليكس بتستغل الفرصه عشان تهرب مع نيت، وتشافي بيقدر ان هو يخلص عليه. وفي الوقت ده مدير الاسم بيوصل على الاتوبيس في الغابه، وبيعرفهم ان المساجين بتكون هربت، لحد لما فلويد بيكون لسه عايش وبيتحرك تاني على الغابه. وفي البيت بتاع المسخ بيحاول ان هو يجمع اكبر عدد من الملوتوف، وبيتحرك تاني على الطريق عشان ينتقم من المجموعه. وهنا تشافي بيقدر ان هو يرجع تاني على نيت، وبيطلب منه يروح على برج المراقبه دلوقتي والا هيخلص عليه هو كمان. بعد شويه بيوصلوا على هناك، وبيعرفوا ان المكان كله بيكون اتحرق، وتشافي قرر ان هو يخلص على الصابط بسبب ان هو كان بيكذب عليه من الاول. وهنا الكلب بتاع المأمور بيلحق نت قبل ما يموت، وللأسف المسخ بيكون معاهم وشايف كل حاجة بتحصل قدامه. في الوقت ده بيقدر ان هو يخلص على المأمور، والمسجون بياخد السلاح من نت عشان يضرب النار على المسخ ويقتله. هنا فلويد بيشوف شنطة الفلوس لوحدها وبيحاول ان هو ياخدها عشان يمشي، وفي الاسم بيعرفوا كل اللي حصل مع المساجين من شوية. وفي مشهد تاني تشافي بيعرفوا ان الفلوس بتكون اتسرقت منه، فبيروح فلويد عشان يرميها في البحيرة، والمسخ بيوصل ناحيته وبيرمي عليه الملوتوف. هنا بيقدر ان هو يحرق معاه الفلوس، وتشافي بيكون شايف كل حاجة ومتضايق جدا، فبيرجعوا تاني على الغابة عشان يكملوا طريقهم. وبعد شوية بيلاقوا عربية المسخ تاني قدامهم، فتشافي بياخد أليكس عشان يروح عليها، لكن المسخ بيظهر قدامهم وده عشان يرمي مولوتوف، وبياخد أليكس عشان يهرب. هنا النت بيكون عاوز يساعدها، لكن تشافي بيرفض حاجة زي دي، وصاحب تشافي بيقرر ان هو يساعد أليكس مع نت، فبيضربه على دماغه وبيقع على الأرض. وكل واحد فيهم بياخد سلاح عشان يدور عليها، والمسخ بيحاول ان هو ياخد أليكس على البيت، ونت بيكون قرب منها لحد لما بيشوف الكلب تاني قدامه، فبيقرر ان هو يخليه يشم المناديل بتاعت أليكس، وده عشان يعرف مكانها واللي بتكون قربت تموت. وبتشوف ان المسخ خاطف واحده قدامها ومربطها من كل حته، وقبل ما يعمل حاجه بيسمع هنا صوت طياره بتكون قريبه من المكان، فبيطلع بسرعه من البيت عشان يعرف اللي حصل، وبيكون متاكد ان هي من الشرطه. وفي الوقت ده تشافي بيفوق تاني عشان ياخد من صاحبه السلاح، لحد لما بيشوف المسخ في الغابة وبيحاول ان هو يضرب عليه النار عشان يموته. وهنا المسدس بيكون خلص منه، والمسخ بيفضل عايش لحد لما بيكملوا ضرب في بعض بالايادي، وتشافي بيكون قرب يموت منه. والمسخ بيقدر ان هو يعلقه على الشجرة بالحديد، وبيحط الفاس في دماغه ده عشان يقطعه 100 حتة، وهنا بنخلص منه للأبد. بعدها نت بيوصل على البيت بتاع المسخ، وبيدخل يدور على أليكس في كل مكان عشان يساعدها، وبيقدر ان هو يفكها على طول. وقبل ما يخرجوا من البيت بيشوفوا التاني المسخ قدامه وبيهجم على نت عشان يموته، وبيكون طبعا اقوى منهم بكتير، وبيقعوا على الارض هما الاتنين. في الوقت ده الكلب بيروح عليهم عشان يساعدهم زي كل مره، لكن للاسف المسخ هنا بيضربه بالفاس عشان يموته على طول، لحد لما بتيجي أليكس من وراه عشان تضربه بالنار. وفي الاخر بيخرجوا من البيت وبيكونوا هما الاتنين لسه عايشين عشان يهربوا تاني. وفي الطريق بيشوفوا مسخ جديد قدامهم، وبيقدر ان هو ينط على العربيه عشان يخلص منهم، لحد لما بتيجي ضربه في كتف الضابط وهو ماشي على الطريق، وهنا للاسف بيعملوا حادثه بسبب كده. وفي الاخر المسخ بيقع على الارض، وصاحب تشافي بيوصل على ناحيه نيت وده عشان يساعده، والمسخ بيرجع لهم مره تانيه. بعدها نيت بيقدر ان هو يخلص عليه بالحديد، والثلاثه بيفضلوا عايشين عشان العربيه تنفجر بعيد عنهم، وبيتحركوا تاني على الطريق عشان يهربوا. ونت هنا بيعرف هنري ان هو ممكن يهرب دلوقتي قبل ما تيجي الشرطه، وده طبعا قبل ما تقبض عليه، وبيرد الجميل اللي عمله من شويه وان هو انقذه من المسخ. طبعا الشرطه بتوصل على الغابه عشان تساعد نت واليكس، وهنا بيروح على العربيه اللي كان فيها الفلوس وده عشان ياخد منها شويه، لكن بيجي هنري من وراه عشان يقتله، وبيكون فاكر ان هو لوحده في الغابه ومش بيشوف المسخ اللي كان واقف وراه من شويه.